جهير تبي تتزوج محسن وموضي تبي تتزوج خالد؟ أنا مثلس مستغرب، بس وش أقول؟ هذا اللي صار. لا يا صالح، ما يصير هذا، ما يصير. مش بلات، خير إن شاء الله. وراس لخبطتي وخربطتي نفسي، مش بيت؟ يا صالح، أنا مرضعت محسن وجهير، يعني محسن وجهير يصيرون أخوان من الرضاع، ما يصير يأخذون بعض. نعم نعم نعم، وش تخربطين تقولين أنت؟ وش ذا الخربطة هذه؟ محسن أكبر من عيالنا وجهير أصغر من عيالنا. وبس نسيت ولادتي بكري اللي بعمر محسن ومات وهو أبو شهرين الله يشفع فيه؟ لا بالله ما نسيت، أعد ينسى عيالة. ونسيت ولادتي بأصغر عيالي اللي ولدتها مع أختك طرفة لجحير وماتت أم 3 أسابيع؟ لا بالله ما نسيت، بس خواتي يدرون عن شيء؟ لا لا ما يدرون، ولا أنت. خفت أتكلم لا تزعل مني وتهاوشني، وسالفة هذه نسيتها من زمان يا صالح. أي طيب، وشلون رضعتيهم علميني؟ تتذكر يوم تطلع للحجاز وتجيب أغراض لدكانك وتخليني عند أختك هيلة؟ إي بالله أذكر، وكم مرة سويتها؟ بس يوم اللي حطيتني عندهم فوق 20 يوم. طيب وش صار؟ صدري عورني من كثر الحليب اللي فيه، وكنت أغافل أختك هيلة وأدخل على محسن وأخذ من منامه ورضع ورجع مرة ثانية مركدة وأطلع بسرعة. طيب ليش ما قلتي لأختي هيلة؟ خفت منها، لا تقولي لا 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 ترضعينه. طيب كم مرة أرضعتي محسن؟ أرضعته فوق 10 مرات. هذا محسن وجهير؟ جهير تتذكر يوم نطلع البر وندق خيامنا ونجلس أسبوعين حنا وأهل أبو حمود وأهل أبو سالم وخواتك وسالم الله يغفر له؟ إيه إيه، يوم نخيم بخشم العان، أذكر أذكر. إيه هناك. طيب ما شافت أحد يوم ناصر وأنت ترضعينه؟ لا، كانوا الحريم يطلعون يجنن مع حريم الناس المخيمين حولنا. إيه. وكنت غافل أختك طرفة وأدخل الخيمة على جهير وأخذها وارضعها وارجعها مرة ثانية منامها وأطلع بسرعة. وليش ما قلتي لأختي طرفة أنس رضعتي جهير؟ خفت منها، لا تقولي بعد لا ترضعينها، أصلاً أختك ما تحبني. زين كم مرة رضعتي جهير؟ أرضعتها كل رضعة كل يوم كنا فيه في البر. لا حول ولا قوة إلا بالله، عز الله يا أم ناصر أنس حطيتي هالموضوع في ذمتي أنا. إيه حطيته، وهذا أنا أبرد ذمتي، وعاد أنتم بكيفكم. طيب لو جاء أبو سعد هنا في البيت، جبته للبيت هنا، عندك استعداد يا أم ناصر أنك تقولي الكلام اللي قلتي لي هالحين؟ نعم عندي استعداد. خير إن شاء الله، نصبح ويكون خير يا أم ناصر.